السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم الأخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كل شيء على خير وبخير. مهم اليوم كنت جالسة شادة الطريق في تران غادي لواحد بليصة، وأنا نقول ديما كيخطئوا في هاد جالسة كنشوف في هادوك لي ليني ديال السكر الحديدية، وانا قلت سبحان الله ديما هادي كيخطئوا فيها في الكويت بزاف البنات، وانا نقول علاش ما نوضحهاش في واحد الفيديو هكا باش تبقى مسجله ويستافدوا منها الاخوات، لان ديما كنقولوا اتنسيوني اتنسيوني، ولكن الا كان فيديو غادي تزيدي ديري لاتنسيوني اكثر. الورا بالنسبه ل خصنا نفرقوا ما بين، دخلتنيش هاد الصوب الموضوع، شتو ما درتش تقديمات باش غادي نقطع. خصنا ديما نفرقوا ما بين لا لينيا فيروفيايا ولا لينيا ترانفيايا. اوكي، بالنسبه لا لينيا فيروفيايا هي الطريق ديال السكه الحديديه، اوكي، يعني هي اللي كنلقى فيها ترينو ولا الباساجو ليفيلو لي بارييري سيمي بارييري، اوكي، لوشي، اوكي، هي هذه دابا اللي في الصوره، هي السكه الحديديه لا لينيا فيروفيايا ديال الحديد. اوكي، دابا اللي خصنا نميزو ما بيناته هو لا لينيا فيروفيايا ولا لينيا ترانفيايا. باش لا لينيا ترانفيايا هي ديال الترام، يعني الا جاو في لي دوماندي كيقول لك هذه اون لينيا ترانفيايا سامبري فالسو، لان هذه عمرها سميناها عمرها كنسميوها ترانفيايا، ترام هما كيكتبوها ترام فيايا وبلعين زعما تران فيايا جاي بحال تران، ماشي ماشي تران، هي كيقصدوا بها ترام. كنغوز باش تسمعوني مع هاد الصداع ديال تران، من تران ما خرجنا. الورا المهم هذا هو اللي بغيت نوصل لكم، يردوا البال في الكويت سامبري ملين يكون كيهضر ليا على الباساجو اليفيلو سامبري، ويقول ليا اي اون لينيا ترانفيايا بالان بحال تران مكتوبه بحال تران سامبري فالسو، دائما وابدا فالسو، صافي، لان هي كيقصدوا بها لينيا فيروفيايا. والمهم تمتعوا معايا بهذا الطبيعه، وهكا كنكون عطيتكم معلومه بعجاله. السلام عليكم، ها انتم معنا مع الطبيعه. فيلوشي فيلوشي
الطبيعه غزاله. اخوات هكا غنقول لكم ان شاء الله نضرب لكم موعد جديد. نتمنى تكونوا استمتعتوا معايا بهذا الفيديو بهذه الطبيعه الزوينه اللي كتفتح القلب وتفرج النفس. الله يلا السلام عليكم ورحمه الله، ان شاء الله على بروسيمو.